طبعا الشرطة تستوقف مواطنا، يعني اللي بالفيديو المتداول كان مواطن، مواطن يعتدي على مواطن، ما له حق، ما له حق، كلش ما له حق. ولكن خذوا الموضوع اللي انا طرحته، خذوه للتوعية، خذوا الموضوع للتوعية. اي شخص يحاول يتجرى عليك، اي شخص وبالذات وافد وانت في بلادك وما يتماثل بمقولة يا غريب كون اديب وان محترم يحترم، فلا وقف عند حده، وقف عند حده ولا تسكت عن حقك. هي يعني اغسل شراعه، البعض فهمه يعني لا تضربه، ما شرط انك تضربه، اغسل شراعه، عندك قانون، عندك هذا، فلا تسكت عن حقك ولا تخاف. انت في بلادك ما تخاف، انت في بلادك معزز مكرم. اي واحد يحاول يتجرى عليك فلا تسكت عن، ركز انت وياه، ركز كلامي ما يعم على كل الوافدين، البعض منهم ولربما الكثير منهم محترمين، ينحطون على الجرح يبرى، محترمين والوافدني له حقوقه وله مكانته وله كل الاحترام والتقدير. ولكن الفئة اللي تقل أدبها ويشوف نفسه ورافع خشمه أو إنه يتجرى عليك، فلا تسكت عنه، خذ حقك منه، لا تسكت عنه، خذ حقك منه. إذا ما يتماثل بمقولة يا غريب كون أديب وما محترم نفسه، انت عادة تعرف كيف تعلم الاحترام. وصلت. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.